أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أياما معدودات أياما معدودات فمن كان من أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه فمن شهد منكم الشهر فليصم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي بينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى فمن
شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني دعوة الداعي إذا دعان وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سيدنا سيدنا الله أكبر صلى على الحبيب. اللهم صل وسلم على النبي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام لين حاضر حاضر يا مصر عليك يا مولانا وكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد كده بالصوت بتاعهم الله انا مش يفتح عليك يا شيخ صبري تلك حدود الله فلا تقربوها
زي الفل خالص. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون كذلك يبين الله لعلهم يتقون كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. علي عيني حاضر. الله الله احنا مع بعضنا حلو كده ودي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها الله يحفظك. ما تعبنا بالميكروفون دي فعلا. انت عندك حق. انت صح بس. الله يحفظك. استاذك وبتحبه؟ طبعا. طبعا شيخنا. شيخنا واستاذي. الله يرحمه. انا عاوز اسال الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان كبد. الله الله العظيم المشيرة الكريمة ستنا السعيدة زينب رضي الله عنها وارضاها. عيني عيني حاضر مش هصبر. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ولسانه
الوالدين فلاقتحم العقبة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. الله ينور عليك، الله ينور عليك، الله ينور عليك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. صلى على النبي. ربنا يفتح. نسأل الله المدد لنا ولكم يا رب. نخلص كده أسأل. صدق الله العظيم الفاتحة.